السلام عليكم، أهلا مشاهدين أصدقائي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد الوجبة سريعة جدا وسهلة التحضير بمكونات اقتصادية غير مكلفة. هاد الأكلة هادي كيمكن لكم تقدموها في وجبة العشاء أو في وجبة الغداء أو تقدموها فوق ما حبيتو. هي كتحضر في دقائق سهلة ومكونات متواجدة في كل مطبخ. وبالنسبة للمذاق ديالها فهو لذيذ بزاف وبنين، وغادي تبقاو ديما ديروها. الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها وغادي تحضروها دائما. وبالنسبة للطريقة والمقادير فعندي واحد المقلات بحال هذا الشكل هذه، غادي نضيف فيها 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كنخليها نصبر عليها شوية حتى كتسخن ليا ديك الزيت، وكنضيف بصلة واحدة مشلضة، يعني كنزيد بصلة واحدة مقطعة قطع صغيرة الى المقلات اللي سبق ليا وضعت فيها الزيت، وكنحرك جيدا حتى كتذبل ليا ديك البصلة وكيبدا اللون ديالها كيتغير وكيدخل معها الطياب. بعد ما كتولي البصلة ديالنا على هذا الشكل هذا، دابا كيمكن لينا نضيفوا القطع ديال صدر الدجاج. خديت الصدر ديال الدجاج وقطعته الى مكعبات، يمكن لكم تقطعوه على الشكل اللي بغيتو، وكنحرك جيدا. وبالنسبة للبهارات او العطرية او التوابل اللي غادي نحتاج لها، فعندي شوية ديال الملح، القليل من الملح، ابزار او فلفل اسود، شوية ديال الكمون، شوية ديال الكركم او الخرقوم البلدي، وشوية ديال بهارات الكاري. هادو التوابل اللي غادي نستعملهم. وبالنسبة للكاري الا ما متوفرش عندكم كيمكن لكم تعوضوه بسكنجبير مطحون، يعني الزنجبيل مطحون، ملحة، ابزار، الكمون، الكركم وبهارات الكاري. كنضيفهم جميع الى المقلات اللي فيها الدجاج وكنحرك جيدا باش كيتجانسوا ليا المكونات. بعد ما حركت مزيان المكونات اللي كاينين في المقلات، دابا كيمكن لي نضيف عليهم حبه واحده ديال الفلفل الاخضر، يعني فلفله حلوه واحده، كنقطعها مكعبات صغيره، كنقطعها على شكل صغير ما نقطعوهاش على شكل كبير باش كطيب لينا بسرعه. كنحرك جيدا. بعد ما طبت لي شويه الفلفله يعني بدات كطيب، كيمكن لي دابا نضيف عليهم حبه واحده ديال الطماطم، يعني طماطم واحده مقطعه الى مكعبات صغيره بدورها. كنحاول دائما نقطع الخضر ديالي قطع صغيره باش كيطيبوا ليا بسرعه، ما كياخذوش الوقت كتير. وكنحرك جميع المكونات وكنسد على المقلاه ديالي وكنصبر عليها واحد 15 دقيقه، يعني ربع ساعه، حتى كطيب لينا وكيطيب لينا داك الدجاج وكينضج. وبعد ما فات 15 دقيقة، يعني بعد مرور 15 دقيقة، كنفتحو على المقلاة ديالنا. وبطبيعة الحال النار كتكون مهيلة، نار هادئة جدا باش ما كتحرقش لينا. بعد ما طابت لينا المقلاة دابا كنضيف عليها واحد شوية ديال الجبن مبشور في الوجه ديالها، يعني شوية ديال الفرماج محكوك، الجبن ديال الموتزاريلا، داك الجبن اللي كتستخدموه في البيتزا، اي نوع من الجبن عندكم يمكن لكم تضيفوه الى المقلات. وكنسدو عليها واحد 3 دقائق بلا ما يدوب لينا داك الجبن او داك الفرماج. وهذا الشكل ديال المقلات ديالنا. بعد ما داب داك الفرماج اللي وضعناه في الوجه ديالها، جات بزاف زوينه ولذيذه، المذاق ديالها روعه. الا جربتوها غادي يعجبكم. دابا كنضيف شويه ديال كتزين، كنزينها بشويه ديال القزبر او شويه ديال المعدنوس في الوجه ديالها باش كتعطينا واحد المنظر زوين وواحد الشكل زوين للمقلاه ديالنا او للوجبه ديالنا. هذا الشكل النهائي ديالها، جات زوينه تبارك الله. والمذاق ديالها الاهم من هذا الشيء ان المذاق ديالها بزاف عجبني. كما قلت لكم دوك البهارات ديال الكاري كيضيفوا واحد البنه وواحد النكهه مميزه جدا لهذه الاطباق او هذه الوجبات اللي فيهم الدجاج. هو بزاف كيتناسب وكيتواتى مع الدجاج. شوفوا معايا الشكل ديالها، وحتى هذا الجبن عطاها واحد المذاق زوين، وحتى الشكل ديالها رائع جدا. هذه هي الوصفة اللي قدمتها لكم هذا النهار من مطبخي.
هي سهلة كما لاحظتوا معايا، ماشي شي حاجة غالية أو شي حاجة مكلفة، وإنما المكونات ديالها يعني بساطين متوفرين في كل مطبخ تقريبا، وكتحضر في دقائق معدودة. يمكن لكم تاكلوها فوق ما بغيتو، هي مغذية وصحية وشي حاجة ديال الدار، ماشي بحال داكشي اللي كنشريوه من الزنقة. يعني الأكل ديال المنزل كيبقى دائما أحسن وألد. أصدقائي صديقاتي، هذه الوصفة ديال هذا النهار والأكلة اللي قدمت لكم هذا النهار، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. واللي باقي ما مشتركش معايا في القناة مرحبا بكم معايا، كنتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكذلك دعموني بلايك ودعموني بتشجيعات ديالكم باش نعطي المزيد ونقدم لكم الجديد والمفيد إن شاء الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.